تيبيا اند فيبولار فراكشرز في الادلت. اول حاجه لازم نعرفها عن التيبيال فراكشرز هي ذا موست كومن تايب اوف لونج بون فراكشرز، اكتر عظمايه بتتكسر. تاني حاجه، كم في ال 100,000 في السنه؟ 26 واحد في كل 100,000، ده رقم كبير. تيجي تحسبها انيولي في امريكا نص مليون في السنه. نص مليون دول خمسهم بيحصل فيهم نان يونيون، 100,000 بيحصل فيه نان يونيون. نرجع تاني، البلاد سبلاي مهم لازم نفهمه. طيب بيحصل في الميلز ولا في الفيميلز اكتر؟ وبيحصل في الاكتف ادلت ميل. معظم الكسور ده هتشوفها في مين؟ واحد راكب موتوسيكل، واحد راكب عربيه، واحد حوادث كبيره، يجي بقوم فراكشر او كلوزد فراكشر. فالافريج ايج اللي بيحصل فيه الحكايه دي 35 37. 75% من الكسور دي بتكون كلوزد، 25% ودي نسبه عاليه بيكون اوبن، يعني ربع الكسور دي بيكون اوبن. 55% مايلد سوفت تيشو دامج، 45% يكون سوفت تيشو دامج سيجنيفيكانت، يعني بريوستيال ستريبنج عالي، سوفت تيشو انجري عالي. ميكانيزم اوف انجري في الحالات دي عباره عن ايه؟ يا دايركت انجري يا اندايركت انجري. ومعظم الكسور دي بتيجي بدايركت انجري زي موتور كار اكسيدنت، او واحد خد طلقه في رجله او حاجه زي كده. اندايركت انجري زي التورجنال ميكانيزم، ده لو انرجي، واحد ماشي رجله لفت منه لبره فحصلت اللفه البسيطه دي كسرت العظمه. ومعظم الاحوال بيكون باثولوجيكال فراكشر، يعني عنده سيست، عنده حاجه زي كده. او النوع الثاني هو الستريس فراكشرز. ستريس فراكشرز هو اللي ظاهر قدامنا في الصوره دي وفي سكلروز حواليه، ده حصل له ستريس فراكشر وهيلد بهذا الشكل. عين بيفضل يشتكي بين ليج بين ليج بين ليج بين لحد ما يحصل ايه؟ هيلنج بهذا الشكل. ستريس فراكشر هو ناتج عن ايه؟ قلنا قبل كده ناتج عن ريبيتيتيف لودنج. هل مجرد ريبيتيتيف لودنج يعني واحد كل يوم بينزل يتمشى 10 كيلو، هل ده عرضه ان هو يحصل له ستريس فراكشر؟ ولا لو غيرت الاكتيفيتي بتاعتك؟ العرضه اكتر انه يحصل له ستريس فراكشر هو انت مثلا بتتمشى كل يوم كيلو، جيت اسبوع ورا بعض كل يوم بتمشي 20 كيلو 10 كيلو، اصبح ده سايكليك لودنج اكتر من العظميه بتاعتك تحتمله. تمام؟ يعني هو ريليتد للاكتيفيتي بتاع المريض بتاعك. فطالب طب كده ساعه ما يروح الجيش يحصل له ستريس فراكشر، هو مش متعود يمشي صفا وانتباه صفا وانتباه صفا وانتباه، يحصل له ستريس فراكشر. الهيستوري بتاع العينين اللي عندهم كسر في التيبيا ده هيحصل لهم ايه؟ في عيان عنده كسر في التيبيا بيحمل على رجليه؟ بتاع الستريس ممكن. ها؟ باقي الكسور بيعرف يحمل على رجليه؟ هم ميدل ايج وصغيرين وجايين بتروما كبير، هيعرف يحمل على رجليه؟ لا ما بيحملش على رجليه. يبقى انابيليتي تو بير ويت، بيشتكي ببين طبعا وكموز وايديما والحاجات اللي انتوا عارفينها كلها. مهم هنا جدا بالنسبه لنا زي ما قلنا الفاسكولار سبلاي، فعشان تتست الفاسكولار سبلاي ده لازم تبقى عارف يعني ايه كومبارتمنت سندروم في العيانين دول. لازم تاكزامن السوفت تيشو انفلوب. تاكزامن السوفت تيشو انفلوب ببساطه ازاي؟ يعني انت عايز تطمن العيان ده كومبارتمنت ولا مش كومبارتمنت؟ تشوف تنسنس اوف ذا كومبارتمنت، ده اسهل حاجه. هل ممكن ما يبقاش تنس ويبقى عنده كومبارتمنت؟ لو امبندنج وكومبارتمنت. ليه؟ لان عندك الديب اشهر مكان بيحصل فيه بدايه الكومبارتمنت هو الديب بوستيريور. ايه ديب بوستيريور كومبارتمنت؟ فده مش ظاهر سبكتينيوس بالنسبه لي. فالديب بوستيريور كومبارتمنت اول ما يحصل فيه كومبارتمنت سندروم مش هتبقى سيجنيفيكانت بالنسبه لك. ففي الوقت ده ايه الباثوجنومونيك ساين اللي عنده كومبارتمنت؟ هو بين وسباسف موشن. طب واحد يعني هو بس بين غير متحمل يعني. ايوه احنا عايزين نقول ايه؟ انتراكتبل بين. انتراكتبل بين ان بروبورشن تو ذا سوفت تيشو انجري او الكسر اللي موجود ده. اوت اوف بروبورشن بالظبط كده. طيب بعد كده بنعمل نيوروفاسكولار اسيسمنت. مهم بالنسبه لنا لازم نعمل نيوروفاسكولار اسيسمنت كويس. بنعلق عليه بقى في نيوروفاسكولار اسيسمنت. هنسيب النيورولوجيكال ونتكلم على الفاسكولار اسيسمنت. هتعلق عليه في الفاسكولار اسيسمنت تمبريتشر كابيلاري ريفيلنج
distal pulsation quality at two sites tenseness of the compartment جزء من vascular examination ده مهم بالنسبة. طيب هل احنا محتاجين ريبيت الاكزامينيشن؟ يعني انت شفت العين ده في الاستقبال ودخلته الاسم، هل محتاج كل شويه تبص عليه؟ ايوه طبعا. احنا قلنا لازم تبص عليه كل شويه، لان في معظم الاحوال الكومبارتمنت ما بتبقاش سيجنفايز وهي جايه لك فين؟ في الاستقبال. ده ممكن ياكيوميليت، يفضل ياكيوميليت الهيماتوما دي لحد ما يبروديوس كومبارتمنت وهو موجود عندك في الاسم. فلازم ريبيت الاكزامينيشن عشان تشوف الكومبارتمنت سويلنج ده. طيب راديوجرافيك ايفالويشن انت بتطلب ايه؟ اي بي ولاترال صح كده؟ بس اهم حاجه لازم تطلب جوينت اباف وجوينت ايه؟ بلو. لانك انت لو جبت الكسر في صوره زي دي، ما هو الكسر موجود قدامك اهو، اما تيجي تحت تعمل جوينت بلو هتلاقي فيه ميديال مالس مكسور. او لو ما جبتش الركبه ممكن يبقى فيه تيبيال بلاتو مكسور. الحاجه الثانيه ان العيانين دول اللي تعرضوا لهاي انرجي تروما ممكن يبقى معاهم اسوشيتد انجرز بنسبه 30%. لازم تعمل باقي السيرفي بتاعك البلفس اني السباين وهكذا. ممكن تحتاج بليك فيوز في الفولو اب بتاع العيانين عشان تشوف الكلس واخده قد ايه من السيرفس. محتاج سي تي وبون سكان بس في الاستريس فراكشن مش اكتر من كده. طيب اما تبص على الاكس راي هتيفالويت ايه؟ لما نيجي نبص على الاكس راي بتاع لج هنيفالويت ايه؟ هندسكرايب اللي موجود، هندسكرايب دي لج موجوده اهيت من فوق لحد تحت، هندسكرايب الكسر لوكيشن بتاعه، يعني موجود بروكسيمال سيجمنت ولا ميد شافت ولا ديستال سيجمنت. تاني حاجه من ديسكرايب المورفولوجي، يعني شكله سبايرال كوميوتد هايلي كوميوتد سيجمنتال اين كان. نشوف سكندري فراكشر لاينز، هل في فراكشر لاين اكستندنج للتيبيال بلاتو فوق؟ هل في فراكشر لاين اكستندنج للتيبيال بلافون تحت؟ الكوميوشن يهمنا نعلق جدا على الكوميوشن بتاع التيبيال فراكشرز. ليه؟ لان لو حصل عندك كومنيوشن انت بتفكر ازاي هترستور اللينس وتحافظ على اللينس بتاع التيبيا دي، تحافظ ازاي على الالاينمنت بتاعها وما يحصلش شورتنينج منك لو عملت عمليه. الاكستنشن بتاع الكسر، الاكستنشن بتاع الكسر واصل لفوق واصل لتحت واصل لانهي ليفل بالظبط؟ الديسبيسمنت والديجري بتاعته قد ايه؟ هل حصل بون ديفكت او بون لوس لسيجمنت معينه؟ يعني ده جاي اوبن فراكشر مثلا وسيجمنت كده وقعت في الشارع منه، ولا جاي بالعظميه كامله؟ الاستيوبينيا والميتاستاسيس، هل فيه باثولوجيكال ليجن موجوده ولا عظميه مش نورمال اصلا من الاساس و اوستيوبروتيك؟ نبص على حاجه مهمه وهو السوفت تيشو اللي بننساه دايما نبص عليه في الاكس راي. اللي يهمنا هنا في الاوبن فراكشرز ان يبقى فيه جاز فين؟ سوفت تيشو. يعني يمكن الصوره ما تكونش واضحه قوي، بس لو بصيت على دي وبصيت على دي هتلاقي فيه هنا زي لوكيولز اوف جازز كده. لا مش معناه كويس، يعني حصل اكيوميليشن للجازز في هذا في السوفت تيشو. ما حصل اكيوميليشن للجازز هنا، لو هو اوبن فراكشر ممكن يبقى نورمال، لو هو اوبن فراكشر. انما لو هو عدى عليه فتره احنا بنقلق بقى من جاز جانجرين، لو هو كلوز بنقلق من نكروتايزنج فاشيتس، بنقلق ان يكون في انيروبيك انفكشن. يبقى الحاجات اللي بتكون جازس في السوفت تيشو لازم تبص على السوفت تيشو كذلك مش مجرد العظم. طيب الاسوشيتد انجرز زي ما قلنا حوالي 30% ولازم تدور عليها بنفسك، يعني تبص على تيبيال بلاتو، تبص على الفيمر من فوق هل ده فلوتنج ني ولا لا، تبص على البلفس وهكذا. كلاسيفيكيشن بتاعت التيبيال فراكشرز هي كلاسيفيكيشن سهله، ديسكريبتيف كلاسيفيكيشن بتحتوي على الحاجات اللي احنا قلناها دي، يعني اوبن ولا كلوز، الليفل بتاعه كوميونيشن قد ايه، ديسبيسمنت قد ايه، بون ديفكتس وما الى ذلك. اما الكلاسيفيكيشن اللي تهمنا هي الكلاسيفيكيشن الخاصه بالاوبن فراكشرز، بالاوبن فراكشر. الكلاسيفيكيشن المشهوره يمين هي جاستيل تقسيمها 3 جريدز سهله خالص. جريد 1 كسر بتاعك ما حصلش فيه، حصل فيه اوبن فراكشر اقل من سنت، وفي الغالب بيبقى فروم وزن تو اوت، يعني الكسر هو اللي قطع الجلد. معنى اوبن فراكشر يعني ايه؟ اوبن فراكشر الاول يعني واحد مكسور مثلا بروكسيمال تيبيا وعنده جرح في الانكل، ده يعتبر اوبن فراكشر؟ لا، يبقى الجرح كونكتد لمين؟ الجرح كونكتد للكسر اللي موجود، ده الاوبن فراكشر. فجريد 1 بيبقى كلين سكين اوبنج اقل من 1 سم. طب جريد 2
في لاسيريشن اكتر من 1 سنتي وذ سوفت تيشو دامج. جريد 3 في اكستنسيف سوفت تيشو دامج. جريد 3 بتقسم لثلاث. 3A في اكستنسيف سوفت تيشو لاسيريشن ومعاه ادكويت بون كفرج، يعني في ادكويت سوفت تيشو كفرج للبون ده. B بيحتاج فلاب عشان تغطي، يعني مفيش ادكويت بون كفرج فيه. واخر حاجه اللي هو 3C اسواهم ان بيكون فيه فاسكولار انجري محتاجين او نيورو فاسكولار انجري محتاجين ليهم تدخل. طيب لو جالك كسر بهذا الشكل وعنده الفراكشر ده يبقى ده جريد ايه؟ جريد 1. هل في حاجه تختلف تخليني اغير الجريد دي من 1 لحاجه ثانيه؟ فارم انجري تمام، في فاسكولار انجري. لو قلت لك العيان ده وقع في بركه ميه في حمام سباحه اشتغل في الصرف الصحي ونزل فينا، يبقى في حاجتين بيغيروا الجريدنج ده اللي هما الكونتامينيشن، ده رقم واحد حصل كونتامينيشن للجرح ده في سويل في ووتر في فارم انجرز او حاجه زي كده، او حد عضه في رجله، او في جروس كونتامينيشن بتشوز فيه. طيب كونتامينيشن ده بيغير الجريد ايفن من 1 ينقلها لايه؟ لجريد 3 على طول. طيب او ساينز اوف هاي انرجي تروما، يبقى في عندنا حاجتين بيغيروا الجريد من جريد 1 لجريد 3. ساينز اوف هاي انرجي تروما يعني واحد خد جان شوت انجري، او واحد عنده سيجمنتال فريكشر، او واحد عنده كومبارتمنت سندروم وعنده جرح صغير قد كده، ينقل الجريد بتاعتنا من جريد 1 لجريد ايه؟ لجريد 3. يبقى في 2 بوينتس هم ايه تاني؟ كونتامينيشن و ها؟ ساينز اوف هاي انرجي ميكانيزم بس، يعني تعرض لهاي انرجي تروما و او ساينز اوف هاي انرجي تروما و كونتامينيشن، دول اللي بينقلوا الجريد من جريد 1 لجريد 3. طيب وده جاستيلو كلاسيفيكيشن للاوبن فراكشر، زي ما قلنا جريد 3 بينضم ليها سيجمنتال فراكشر لان ده هاي انرجي تروما، التروماتيك امبيوتيشن، جان شوت انجريز، كل الحاجات دي تعتبر ايه؟ جريد 3. طيب في كلاسيفيكيشن اسمها شيرد كلاسيفيكيشن، ده خاصه بايه؟ بالسوفت تيشو انجري، يعني الديجري بتاع السوفت تيشو انجري هي سهله تقراها وماهياش صعبه، وهي جزء الحقيقه من الجاستيلو اندرسون. طيب نراجع كومبارتمنت، نسبه حدوث الكومبارتمنت سندروم في الليك فراكشرز تصل ل 10% تقريبا، 10% من الحالات بيحصل لهم كومبارتمنت سندروم. قلنا الفيرست ساين للكومبارتمنت سندروم هي ايه؟ الساين هي الباسيف فليكشن، وسيمتوم فيرست سيمتوم البين، بين ماله؟ اوت اوف بروبورشن اوف ذس انجري، يعني الانجري دي اقل من ان هي تحدث هذا البين الكبير. مع الباسيف فليكشن للفيرستول هوفمان ساين او حاجه زي كده، اول ما بتعمل باسيف فليكشن بيشتكي من انتراكتبل بين. كومبارتمنت سندروم الحقيقه لاهميتها لازم تفحص كل العينين، وانت بتعمل ريبيتد اكزامينيشن للعينين دول كل ما تعدي عليه تعمل دورسفليكشن للانكل، وتعمل باسيف دورسفليكشن لمين؟ لصوابعه، عشان تحس الديب كومبارتمنتس دي حصل فيها بين ولا لا. لو بيشتكي من بين يبقى تبتدي تراقبه وتشك في كومبارتمنت، مش هستنى لما البلس يختفي، مش هستنى السكس بي بتوع الكومبارتمنت لما يختفي يبقى خلاص رجله راح. ليه؟ لان بعد 6 ساعات هيكون في ريفرسبل سيلدس في الوقت ده. واول تيشوز بتبقى سنسيتيف هي مين؟ هي النيرف تيشوز، عشان كده بنقول كومبارتمنتس، كومبارتمنت الانتيرو موجود فيه نيرف، كومبارتمنت اللاترال موجود فيه نيرف، كومبارتمنت البوستيرو فيه نيرف، هو ده اول حاجه هيحصل لها اسكيميا، عشان كده العين بيشتكي بيه، اول حاجه هيحصل لها اسكيميا هو النيرف تيشوز. طيب كومبارتمنت سندروم از كلينيكال دايجنوس، مش هستنى اما اعمل له ابره جوه رجليه واقيس البلاد بريشر بتاعه كام والكومبارتمنت بريشر قد ايه واقارن والكلام ده، لا هو كلينيكال دايجنوز. وانس ان انت بيت سسبشس ان ده كومبارتمنت سندروم هتعمل له ايه؟ فاشيوتوم. بتعمل الفاشيوتوم عشان تريليز الكومبارتمنتس دي. بتعمل الفاشيوتوم ازاي؟ اي نائب عظمي لازم يبقى عارف الفاشيوتوم بتعمل ازاي ويبقى مستعد ان هو يعمله. بتعمل ازاي الفاشيوتوم؟
في طريقتين انك تعمل فاشيتوم، يا سنجل او تو انسجن، يعني من خلال سنجل انسجن او من خلال تو انسجن. سنجل انسجن سهله خالص، هي السيبتي دي طالعه منين؟ من الفيبولا. فهم داخل فاتح الفيبولا، كسر سيجمنت في الفيبولا، فتح البريستيم بتاعك، بس خلصنا كده. يبقى انت عملت ريليز لمين؟ لكل كومبارتمنتس من خلال الفيبولا. انك تعمل جزء من الفيبولكتومي، من تعمل جزء من الفيبولا فيبولكتومي، تمام؟ يعني في الوقت ده سنجل انسيجن، لان السبته طالعه منها. طيب الموست كومن هو ان احنا بنعمل تو انسيجنز، تو انسيجن، وان انسيجن ميديال، وده بيريليز البوستير كومبارتمنت سواء السوبرفيشال منه او الديب. يبقى بنريليز منه سوبرفيشال والديب كومبارتمنت. وانترولاترال انسيجن بنريليز منه مين؟ الانتير كومبارتمنت واللاترال كومبارتمنت. كلوز تيبيال شافت فراكشر سيرجيكال مانجمنت بتاعنا عباره عن ايه؟ هل ممكن تمشي العينين دول كونزرفاتيف تريتمنت بقى؟ هل ممكن تمشي العينين دول كونزرفاتيف؟ ممكن يمشي كونزرفاتيف. فاضل تتمشي كونزرفاتيف، ترانسفيرس فراكشر ان بليس تمشي كونزرفاتيف، هيبقى صعب. ليه؟ ما بيمشي كونزرفاتيف ويبقى زي الفل، بس ليه؟ طيب في نون اوبراتيف مانجمنت، وممكن تستخدم انترا ميدالري نيل، وممكن تستخدم بليتس، وممكن تستخدم اكسترنال فيكسيشن.